الشرقية، وأكيد أنه تحية لكل أصدقاء جورج وسوف. فما يعني على الإنترنت ولا نلقاو مواقع خاصة بالنجوم ومحبي النجوم، ومشكورين كل الأصدقاء اللي بعثوا لي بالميل على الإيقاعات twitter.net.in ويقولوا نحن من محبي لطيفة أو أماني سويسي. أماني سويسي دائما تحتل المرتبة الأولى الأسبوع السادس على التوالي في برنامج إيقاعات عالمية، وبالحق يعني قلت الأسبوع الفارط هنا معناها فريمون خارق العادة، أنه ثم عملية انتراكتيفيتي معناها تواصل بين المشاهدين والبرنامج والفنان. هذا لاحظته بالأخص اللي صوتوا لأماني من الأردن، من تونس، من الجزائر، من المغرب ومن مصر. على كل، أماني السويسي معنا مباشرة من بيروت. ألو 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 عسلامة. أهلا بأماني، لاباس؟ الحمد لله يا رب، الحمد لله. شو أحوالك يا أماني؟ والله لاباس الحمد لله، هاني جيت لبنان، عندي مجموعة من التحضيرات حضرت لك الجديد. أيوة بل ما نحكيو على البوم، أنا حبيت نهنيك بالحق. يعني لاحظته في برنامج إيقاعات من خلال الإيميل تقريبا أنا نقول لك يمكن فما 480 ميل، يمكن ماهيش كبيرة لكن في حجم برنامج إيقاعات. والمرة الأخرى كي تعاملنا بالميل برشا دي ميل يجيو يصوتوا لأمين سويسي. الحمد لله يا ربي، اللي حاجة فرحني برشا، وأني شكر للناس كل اللي صوتوا لي واللي حبوا أغنيتي وحبوا ألبومي، وشكر أكيد لي نفسي أشرف عايش قولي ايش تعمل تو في بيروت أماني؟ كيف؟ ايش تعمل في بيروت؟ فما ألبوم جديد ولا قاعدة تقرأ في الأكاديمية الموسيقية؟ لأنه قريت بعد رمضان باش ترجع تقرأ. صحيح. حاليا هذا نحضر في البيت الثاني لأغنية وين إن شاء الله. أيوة. مع نير مخيات في ذاك الأسبوع هذايا أو في بلاد العصر هذوما إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله. وفي نفس الوقت هذا نقوم في عملية اختيار الأغاني للألبوم الثاني. أيوة. وبالنسبة للقراية صحيح، هذا إن شاء الله بإذن الله نبدأ بعد رأس العام نبدأ موسيقى يعني. قل لي، انا قريت لك تصريح في لاحدى المعجبات اللي هي في السايت ويب للمحبين تاع لي فان يعني، وبعثت لي حتى الحوار، وقلت انت انك بعد رمضان باش تتفرغ للاكاديميه يعني بعد تجربه الرحابنة باش تتفرغ تقرا الموسيقى اكاديميا يعني. اكيد وهذه حاجه لازمه يعني. بالنسبه لي نحب برشا انه كل حاجه نعملها نكون تمكنا منها، وانا مازال في بدايه الطريق ومازال عمري يسمح لي انه أيوة. نكمل اكيد دراستي الجامعيه اللي يمكن تحرمت منها نوعا ما بحكم يعني المسير اللي كانت في الوزاره في 3 سنين هذوما مسرحيه ومن تحضير البوم قبل وقتي الكل. ان شاء الله يا ربي نقدر نوفق ان شاء الله. ان شاء الله حاجه نلقى الوقت يعني. فما نوعا من النقد اللي يوصل أماني؟ اكيد انه برشا بالحق يحبوك، لكن وصل حتى عبر الميل وقريته يعني في بعض الصحف انه كلمات شايف نفسه كانت نوعا ما يقولوا قاسيه شويه على الراجل يعني، كان غنيناها بالتونسي ما تترفض يعني الاغنيه جمله. لا عمره ما كانت قاسيه، ولا هي يمكن هي رساله راه كيف ما ينجم يشوف يمكن الراجل في المراه انها شايفه نفسها عليه، كيف المراه في الراجل. أيوة. يعني مش موجهه فقط يعني رساله تحدي من المراه للرجل، لا عمرها ما كانت. والموضوع هذا اكيد برشا الناس يحبوا يقولوا، برشا الناس يحبوا يوصلوا. حبيت نوصل يعني جمل يعني او بسيطه معناها الموضوع يمكن ما تغنيش برشا قبل، فحاولت نوصله بطريقتي انا. بالنسبه ليك انت تعتبر، قبل ما نشاهدوا الكليب ونرجعوا لك، يعني تعتبر نفسك في الخطى الاولى نسبيا نتاع النجاح، والا حسب ما حكيت لك شركة الانتاج نجحت؟ وكيفاش تحس روحك توا في فترة تخضرم؟ النجاح اكيد ماهوش سهل يعني، ماهوش من اول خطوة باش يكون فما النجاح يعني، خصوصا بالنسبة لي يعني عندي يعني حظ بنسبة 80% من الجانب الكلاسيكي في البومي. أيوة. يعني كان يعني الريتم يمكن موجود اغنيتين فقط اللي هي شايف نفسي ويا سلام عليك او تعبير جميل. يعني الالبوم طبيعي انه ما يكونش عنده يعني
الحمد لله يعني لقى نجاح كبير ولقى نجاح انا بالنسبه لي فرحانه به برشا. أيوة. لكن طموحي اكبر واكبر وان شاء الله يكون عندي يعني خطوات ثابته اكثر وفي الالبوم الثاني يكون احسن والثالث احسن. أيوة. شوية نبني صورتي يعني الفنيه. انت وصلتك قصدي انك تحتل المرتبه الاولى في تونس 21 في برنامج ايقاعات وسمعت انك ما عندكش البارابول في الدار. سمعت بانك تحتل المرتبه الاولى. ما عنديش بارابول. اما لكن هون في لبنان عندهم سيستم اخر يعني يوزعوا القنوات بالكابل. لكل يعني كتير بالكابل يعني نختار يعني طريق ممنوع للبارابول تم توزيع يعني قنوات بالكابل يعني. اوكي. اوكي. اما في بالك بانه الاغنيه الاولى تحتل الاولى، في بالك بها الاولى الاغنيه؟ لا. على كل انت تحتل المرتبه الاولى الاسبوع السادس على التوالي. نسمعوا ونشاهدوا اللي شايف نفسه قعد معايا باش نواصلوا الحوار نحكيوا على ستار اكاديمي بعد ما نشاهدوا المرتبه الاولى من السويسي تغني اللي شايف نفسه.